لما اتكلمنا وقلنا ان الاوتدور هو الكينج. ليه؟ وليه اعلان الطرق عمر الميديا دي ما هتنقرض؟ تقعد مع ماركتير النهاردة يقول لك بادجت الاوتدور كبير وانا مش عايز اصرف في الاوتدور، انا شكلي هصرف ديجيتال ديجيتال بس. طبعا حضراتكم عارفين ان الديجيتال هو الترند العالمي دلوقتي. اوكي طيب، ليه البراندز العالميه كلها ما استغنتش عن الاوتدور؟ لان هم فاهمين كويس قوي ان الاوتدور باللغه البلدي كده ما تعرفش تغمض عينيك، يو كانت سويتش اوف، يو كانت سكيب، مش هتقدر تعديها. انت ماشي على كوبري اكتوبر، ماشي على الدائري، ماشي على المحور، واحنا اصلا بنقضي 90% من وقتنا اذا ما كانش 100% على الطرق، صح؟ ما حدش بيروح بيته او بيخرج من شغله بعد ساعه بيبقى في بيته، بياخد له ساعتين ثلاثه عبال ما بيوصل. تمام؟ هنا القوه التاثيريه اللي بتعملها اعلانات الطرق على مستوى العالم مش على حضرتك. طيب ليه كان سويتش اوف؟ لان بمنتهى البساطه حضرتك لو معكش باقه على التليفون مش هتشوف الاخبار بتاعت اليوم السابع، صح؟ طيب زهقان مش هتفتح اللابتوب، زهقان مش هتفتح التلفزيون، ما هي دي كلها وسائل الميديا. مالكش مزاج تسمع الراديو مش هتسمعه، مالكش مزاج تقرا الجورنال مش هتقراه. سو انتوا عملتوا سويتش اوف لكل الميديا. الحاجه الوحيده لو انت جعان هتنزل من البيت عشان تجيب اكل هتشوف اعلان في الشارع، هو ده الميديا اللي كانوا سويتش اوف. فبالتالي لما عميل يقول لك اصل الاوت دور هينقرض، خدها في صدرك كده واضحك، قول له اوكي.